عن ثابت بن الضحاك قال نادر رجل أن ينحر إبلا في بوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. ولم ينته السؤال منه عليه الصلاة والسلام. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ لما لم يقتصر على الجملة الأولى؟ كونه عليه الصلاة والسلام لم يقتصر في الجملة الأولى في سؤاله وسأل عن أمر آخر يستفاد منه فائدة، لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام من أفصح الناس وأحبهم لاختصار الكلام. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها لو شاء العاد أن يعد كلامه لعده، وكان إذا تحدث كما جاء عن بعض الصحابة قال كان إذا تحدث كان في حديثه ترتيل وترسيل، ليس عجلا في كلامه. فلماذا جاء هذا التفصيل؟ جاء هذا التفصيل لنأخذ منه فوائد. الفائدة الأولى أن في هذا دليلا على القاعدة الأصولية، وهي ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال. فلو أنه عليه الصلاة والسلام لم يفصل هنا لكان الحكم عاما، لكنه لما فصل دل على أن للتفصيل أثرا في العموم والخصوص. فحتى لا يؤخذ كلامه على وجه العموم من أن النهي منحصر بوجود الوثن استفصل عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية أنه عليه الصلاة والسلام لما أتى بهذه الجملة جمع بين الشرك ووسائله. ما الشرك؟ هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ ما الوسائل للشرك؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ ولذا لا يجوز للمسلم أن يهنئ الكفار بأعيادهم حتى لو هنؤونا بأعيادنا، لأننا على حق وهم على باطل. ولذا قال ابن القيم رحمه الله قد يصل تهنئة الكفار بأعيادهم إلى الشرك، لأنه رضا بأعيادهم، وأعيادهم وسيلة من وسائل الشرك. ومن الفوائد أن العيد هو اسم لما يعود ويتكرر على وجه معتاد، سواء كان يتكرر في أسبوع أو في شهر